تن جوشت والخاي تن تاناستاسي سنتني بموت نم بيون خنت بيونس نيو استسمحكم صلي، طلعوا صوتكم وصلوا. الحياة مع ربنا صلاة. جاي القداس صلي، صرخ له، عندك مشاكلك وعندك احتياجاتك، قول له يا رب انا عايز الحاجة الفلانية، بس ما تطلبش ارضيات، سيب الارضيات هو هيفكر لك فيه. اطلب السماء، اطلب انك تتوب، اطلب اي حاجة في القداس وانت بتصلي. ما تديش فرصة انك تسكت في القداس، هتلاقي نفسك الشيطان بيسلب عقلك وياخده بره خالص، تلاقي نفسك ما استفدتش من القداس. اخطيت سامحوني، صلوا عني، الله يحللوا. شلين ابروس افشي استاسيتي ايرني باسي اطوب نيف وماتي سو. يا الله العظيم الابد الذي جبل الانسان على غير فساد، والموت الذي دخل للعالم بحسد ابليس دمته بالزور الوحي الذي لابنك الوحيد الجنس ربنا والهنا ومخلصنا يسوع المسيح، وملأت الأرض من السلام التي من السماوات، هذه التي عساكر الملائكة يمجدونك به قائلين المجد لله في الأعالي وعلى الأرض السلام وفي الناس المصار. صلوا من أجل السلام الكامل والمحبة والقبلة الطائرة الرسولية. يا رب طهرنا من كل دنس ومن كل غش ومن كل رياء ومن كل فعل خبيث ومن تذكار الشر الملبس الموت، واجعلنا مستحقين كلنا يا سيدنا أن نقبل بعضنا بعضا بقبلة مقدسة لكي ننال بغير وقوع في دينونة من موهبتك غير المائتة السمائية بالمسيح يسوع ربنا افراحي. العبد
سأبحه بقبلة مقدسة. يا رب ارحم، يا رب ارحم، يا رب ارحم. نعم يا رب الذي يسوع المسيح ابن الله الحي تقدم على هذا الرسم كيف بخاف ورادة ورشر كنزرون انسي من شفاعات والدة ليلى القديسة مريم. يا والروح القدس لأنك أتيت وخلصتنا رحمة السلام ذبيحة وما روحك أيضا ارفعوا قلوبكم هي عند الرب نشكر مستحق وعادل لأنه حقا بالحقيقة
مستحق وعادل. أيها الكائن السيد الرب إله الحق الكائن قبل الظهور المالك إلى الأبد الساكن في الأعلى الناظر للمتواضعات الذي خلق السماء والأرض والبحر وكل ما فيها أبو ربنا وإلهنا وخلصنا يسوع المسيح هذا الذي خلقت كل شيء بما يرى وما لا يرى الجالس على عرش مجد المسجود له من جميع القوات المقدسة أيها الجلوس قفوا الذي يقف أمامه الملائكة ورؤساء الملائكة الرئاسات والسلطات والكراسي والأرباب والقوة وإلى الشرق انظروا أنت هو الذي يقف حولك الشربيم الممتلئون أعينا والصرافيم ذو الستة الأجنعة يسبحون على الدوام بغير سكوت قائل نانسي الشربيم يسجدون لك والسرافيم يمجدون لك صارخين قائلين قدوس 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 رب السماوات السماء والأرض مملوءة من مجدك الأقدس قدوس 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 بالحقيقة أيها الرب إلهنا الذي جبلنا وخلقنا ووضعنا في فردوس النعيم وعندما خالفنا وصيتك بغواية الحية سقطنا من الحياة الأبدية ونفنا من فردوس النعيم لم تتركنا عنك أيضا إلى الانقضاء بل تعهدتنا دائما بأنبيائك القديسين في آخر الأيام ظهرت لنا نحن الجلوس في الظلمات وظلال الموت بابنك الوحيد الجنس ربنا وإلهنا ومخلصنا يسوع المسيح هذا الذي من الروح القدس ومن العذراء القديسة ماريا وعلمنا طرق الخلاص وأنعم لنا بالميلاد الفوقاني من الماء والروح واجعلنا له شعبا مجتمعا وصيرنا أطهارا بروحك القدوس
هذا الذي أحب خاصتي الذين في العالم، بذل ذاته فداء عنا للموت الذي تملك علينا، هذا الذي كنا ممسكين به مبعين من قبل خطايانا، نزل للجحيم من قبل الصالحين. حقا صعد إلى السماوات وجلس عن يمينك أيها الآب، وحدد يوما للمجازاة هذا الذي سيظهر في ليدنا المسكون بالعدل، ويعطي ويجازي كل واحد حسب أعماله. برحمتك يا ساك خطا يا انا، ووضع لنا هذا السر العظيم الذي للتقوى، لانه فيما هو راسم ان يسلم نفسه للموت عن حياة العالم. آمين. أخذ خبزا على يدي الطائرتين اللتين بلا عيب ولا دنس الطوباويتين المحيية آتاي، ومن أن هذا هو بالحقيقة آمين، ونظر إلى فو نحو سمائلك يا الله أبا وسيد كل أحد وشقر آمين وباركه آمين وقدسه وقسمه وعطى لتلاميذ القديسين ورسل الأطهار قائلا خذوا كلوا منه كلكم لأن هذا هو جسدي الذي يقسم عنكم وعن كثيرين يعطى لمغفرة الخطايا، هذا اصنعوا لذكري. هذا هو بالحقيقة آمين. وهكذا أيضا الكاس بعد العشاء مزج من عصير الكرمة والماء شاكروا آمين وباركها آمين وقدسها آمين. وأيضا ونمسك
وأرزقا وأعطاها أيضا لتلاميذ القديسين ورسل الأطهار قائلا خذوا اشربوا منه كلكم لأن هذا هو دم النزيل العهد الجديد الذي يسفك عنكم وعن كثيرين يعطون لمغفرة الخطايا هذا اصنعوه لذكري وهذا هو أيضا بالحقيقة كل مرة تأكلون من هذا الخبز وتشربون من هذه الكأس تبشرون بموت وتعترفون بقيامتي وتذكرونني إلى أن أجي صعودك إلى السماوات نعترف نسبحك نباركك نشكرك نصنع ذكر ألامي المقدسة وقيامتي من الأموات وصعود إلى السماوات وجلوس عن يمينك أيها الآب وظهور ثاني الآتي من السماوات المخوف المملوء أجد أن نقرب لك قرابينك من الذي لك على كل حال ومن أجل كل حال وفي كل حال اسجدوا لله بخوف ورعدا نسبحك نباركك نخدمك نسجدك ودلك ننصت من اندمعي بالصوم فقوة بنطا فينا تقامي وباي ابو تزيون نسنو بفتايون اندي تزي يزيك مري انطا آمين يا
غفران الخطايا وحياة بدي لمن يتناول منه. يا رب رحم يا رب رحم يا رب لك أيها المسيح إلهنا ثبت أساس الكنيسة. يا رب رحم وحدانية القلب التي للمحبة فأنت تأصل فينا. لأن مبر لمن سهل لنا طريق التقوى. يا رب رحم ثبتهم كيرياليسون. أعطي بهاء للإكليروس نسكا للرهبان والراغبان. يا رب رحم طهارة للذين في البتولية حياة صالحة للمتزوجين. كيرياليسون رحمة للتائبين صلاحا للأغنياء. يا رب رحم جعل الفضلاء معونة للمساكين. نجاحا للطلب عملا للمحتاجين. يا رب رحم شيوخ قوهم الذين في الحداثة أدبهم. غير المؤمنين ردهم لتنقض افتراقات البيعة. يا رب رحم لتعظم أهل البدع ونحن كلنا حسبنا في وحدانية التقوى. يا رب رحم يا رب رحم يا رب رحم. اجعلنا مستحقين كلنا يا سيدنا ان نتناول من وساتك طهارة لانفسنا واجسادنا وارواحنا كي نكون جسدا واحدا وروحا واحدا ونجد نصيبا وميراثا مع جميع القديسين الذين أرضوك منذ البات. اذكر يا رب سلام كنيستك الواحد الوحيد المقدس الجامع الرسولية. صلوا من أجل سلام كنيسة الله الواحد الوحيد المقدس الجامع الرسولية كنيسة الله الأرثوذكسية. يا رب رحم هذه التي اقتنيتها لك بالدم الكريم الذي لمسيحك احفظها بسلام وجميع الأساقف الأرثوذكسيين الذين فيها أولا. اذكر يا رب أبونا الطباوي البابا البطريرك أنبات ودروس الثاني وشريكه في الخدمة الرسولية أسقفنا الطباوي أنبا تيموسا. صلوا من أجل رئيس كهنتنا البابا المعظم الأنبا تودروس الثاني بابا أطرق ورئيس أساقفة المدينة العظمى الأسكندرية وشريكه في الخدمة الرسولية بين الأسقف المكرم الأنبا تيموسا وسائر أساقفتنا الأرثوذكسية. رب رحم والذين يفصلون معهما كلمة الحق باستقامة نعم بهم على كنيستك المقدسة يرعون قطيعك بسلام. اذكر يا رب القمامسة والكسوس الأرثوذكسيين والشمامسة. صلوا من أجل القمامسة والكسوس والشمامسة والإبوزياكونين وسبع طغمات كنيسات الله. يا رب رحم وكل
الخدام وكل الذين في البتولية وطهارة كل شعبك المؤمن. أذكر يا رب أن ترحمنا كلنا معا. رحمنا يا الله لا طابت القدس. اذكر يا رب خلاص هذا الموضع المقدس الذي لك وكل المواضع وكل أديرة آبائنا الأرثوذكسيين. صلوا من أجل خلاص العالم وقريتنا هذه وسائر المدن والأقاليم والجزائر والأديرة. يا رب بإيمان لا تفضل يا رب الزروع والعشب ونبات الحقل في هذه السنة باركها. اطلبوا عن الزروع والعشب ونبات الحقل في هذه السنة لكي يبارك المسيح إلهنا لتنمو وتكثر إلى أن تكمل بثمرة عظيمة ويتحنن على جبلته التي صنعتها هذا ويغفر لنا خطايانا. يا رب ارحم يا رب ارحم يا رب كم مقدار يا كنعمتك فرح وجه الارض ليروح حرصها ولتكسر ثمارها. اعدها للزرع والحصاد دبر حياتنا كما يليق. بارك اجليل السنه بصلاحك من اجل فقراء شعبك من اجل الارمله واليتيم والغريب والضيف من اجلنا كلنا نحن الذين نرجوك ونطلب اسمك القدوس لأن أعين الكل تترجاك. أنت الذي تعطيهم طعامهم في حين حسن. اصنع معنا حسب صلاحك يا معطيا طعاما لكل جسد. املأ قلوبنا فرحا ونعيما كيما نحن أيضا إذ يكون لنا الكافة في كل شيء كل حين نزداد في كل عمل صالح. يا رب ارحم. اذكر يا رب الذين قدموا لك هذه الكرامين والذين قدمت عنهم والذين قدمت بواسطاتهم. اعطيهم كلهم الأجر السمائي. يا رب شارك في تذكار قديسيك. تفضل يا رب أن تذكر جميع القديسين الذين أرضوك منذ البدء. آبان الأطهار القديسين رؤساء الآباء والأنبياء والرسل والمبشرين والإنجيليين والشهداء والمعترفين وكل أرواح الصديقين الذين كملوا في الإيمان وبالأقصار القديسة المملوءة مجدا العذراء كل حين والدة الإله القديسة الطاهرة مريم التي ولدت لنا الله الكلمة بالحقيقة والقديس يوحنا السابق المعمدان والشهيد والقديس استفانوس رئيس الشمامسة وأول الشهداء
وناظر إلى الإنجيل مريم ورس الرسول الطاهر الإنجيل والشاهد والبطريرك القديس ساويروس ومعلمنا ديوسكوروس والقديس أثناسيوس الرسول ديس بطرس رئيس الكهنة خاتم الشهداء والقديس يوحنا فم الذهب والقديس ثيودوسيوس والقديس تاوفيلوس والقديس ديمتريوس والقديس كيرلوس والقديس باسيليوس والقديس غريغوريوس الناطق بالالهيات والقديس غريغوريوس الصانع العجائب والقديس غريغوريوس الارماني نم بشم تشامتش من اطف صوتي خنك آنم بشا تفنت قسطنطينوبوليس نم بصنافش انت افسوس نم بنيوتن زكاوس بنشتي اف انطونيوس نم بسمي اف بافلي نم بشم تسواب اف مكاري نم نشير تيرو ان استفرو فوروس أبانا أنبا يحنس الأمس وأنبا بيشوي البار الرجل الكامل حبيب مخلصنا الصالع أبانا القديس العظيم الأنبرويس ناظر الإله حبيب المآسيع وكل مصاف قديسيك هؤلاء الذين بسؤالاتهم وطلباتهم ارحمنا كلنا معا وانقذنا من أجل اسمك العظيم القدوس المبارك الذي دعي علينا القارئون فليقولوا أسماء أبائنا البطارقة القديسين الذين رقدوا الرب ينيح نفسهم أجمعين ويغفر لنا خطايانا بركاتهم مقدسة فلتكن معنا آمين المجد لك يا رب يا رب لك المجد يا رب ارحم يا رب ارحم يا رب باركنا يا رب نايعهم آمين وهؤلاء كل أحد يا رب الذين ذكرنا أسماءهم والذين لم نذكرهم الذين في فكر كل واحد منا والذين ليسوا في فكرنا الذين رقدوا وتنيحوا في الإيمان بالمسيح تفضل يا رب أن تذكر نفس عبدتك المرحومة نجوى إبراهيم في تذكار الثالث اليوم تفضل يا رب أن تذكر نفس عبدتك المرحومة مربت جرجس في تذكار الأربعين اليوم
تفضل يا رب أن تسكن نفس عبدك المرحوم جرجس برسوم وعبدك المرحوم ظريف كمال في تذكار السنة اليوم. تفضل يا رب أن تسكن نفس عبدتك المرحومة سهير نقولة في تذكار السنة اليوم. ومعهم نفوس عبيدك صبح برسوم سامي وسمير نصيف ونديا نصيف عبدو خليل إيفون يوسف ملك إدوار إدوار ميخائيل مها سمير كمال فامي عطية بسيلي سوزان عوض الله نديا مشرقي ريمون جورج سوزان محفوظ في فردوس الناعي الموضع الذي هرب منه الحزن والكآبة والتنهد في نور قديسي يا رب الذين أخذت نفوسهم نيحهم في فردوس النعيم في مدينة الأحياء للأبد في أورشليم السمائية في ذلك الموضع ونحن أيضا الغرباء في هذا العالم فضنا في إيمانك وانعم لنا بسلامك إلى التمام كما كان هكذا يكون من جيل بهذا كما أيضا في كل شيء يتمجد ويتبارك ويرتفع اسمك العظيم القدوس في كل شيء كريم أنت ومبارك مع يسوع المسيح ابنك الحبيب والروح القدس السلام للكون ولروحك أيضا أيضا فلنشكر الله الآب ضابط الكل ربنا وإلهنا ومخلصنا يسوع المسيح لأنه جعلنا لنا الآن أن نقف في هذا الموضع المقدس ونرفع إيدينا ألف ونخدم اسمه العظيم القدوس وأيضا فلنسأله أن يجعلنا مستحقين لشركة وتناول أسرار الإلهية الغاية المائتة نسجد لجسدك المقدس
المسيح الضابط الكل الرب إلهنا آمين آمين. صلوا يا رب أرحى نحن الخطاة بمجال الخلاص وذبيحة ناطقة سمائية الكريم اللذان لمسيحك هذا الذي صور لنا طهرا وخلاصا ونعمة وغفرانا للخطايا القديسة الطاهرة العذراء مريم أمين الليل يا مقدسة ومملوءة مجدا هذه الذبيحة التي ذبحت عن حياة العالم كله أمين الليل يا لهذا مخلصنا الصالح صرخ قائلا جسدي ماكل حق ودمي مشرب حق من ياكل جسدي ويشرب دمي يكون فيا وانا اكون طهر نفوسنا وأجسادنا وأرواحنا بقلب طاهر وشفتين نقيات ونفس مستنيرة وجه غير مخزي وإيمان بلا رياء ونية نقية وصبر كامل ورجاء ثابت نجرأ بدالة بغير خوف ندعوك يا الله الآب القدوس الذي في السماوات ونقول أبانا الذي في
السماوات. يتقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض. خبزنا كفافنا أعطينا اليوم، واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن أيضا للمذنبين إلينا، ولا تدخلنا في تجربة لكن نجينا من الشرير، بالمسيح يسوع ربنا، لأن لك الملك والقوة والمجد لأبد أمين. خم بخريستون سيسوس بن شوين كيف لا سيمون تكيرك لينتي نوميون سون كيرية روس خومين سمت فوامي إيريني باسي يتوبنا وماتي سون. اذكر يا رب ضعفي أنا أيضا، واغفر لي خطاياي الكثيرة حيث قصر الاسم، فلتكسر هناك نعمتك من أجل خطاياي خاصة ونجاسة قلبي. لا تمنع شعبك رب من نعمة روحك، حاللني حالل سائر شعبك من كل خطية. اكتب اسمانا مع كل القديسين. اذكر يا رب سلام كنيسة قريس كانتنا البابا أنباتدرو الشريك أنبات مساوس. اذكر يا رب اجتماعاتنا باركها لاستحق المعركة بخوف الله. امين امين. يا رب ارحم، يا رب ارحم، يا رب ارحم. سيدنا القديس المبارك الرب يسوع المسيح ابن الله وقدوس الروح القدس امين. واحد والاب القدوس، واحد والابن القدوس، واحد والروح القدس امين. جسد مقدس دم كريم حقيقي ليسوع المسيح ابن إلهنا آمين. مقدسون وكريم جسد ودم حقيقي ليسوع المسيح ابن إلهنا آمين. آمين. جسد ودم عمانويل إلهنا هذا هو بالحقيقة آمين. آمين. أي 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 أنت ناتي. أمين أمين أمين. أؤمن 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 واعترف للنفس الأخير أن هذا هو الجسد المحيى خذ ابنك الوحيد ربنا وإلهنا ومخلصنا يسوع المسيح. أخذوا من سيدتنا وملكتنا كلنا والدة الإله القديسة الطاهرة مريم، وجعل واحدا مع لاهوت بغير اختلاط ولا امتزاج ولا تغيير، واعترف الاعتراف الحسن امام بيلاطس المسلم عنا على خشب الصليب المقدس بارادته وحده عنا كلنا بالحقيقه، ومن ان لاهوت لم يفارن صوت لحظه واحده ولا طرفه عين، يعطى عنا خلاصا وغفران الخطايا وحياه بديه لكل من يتناول منه 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 من ان هذا هو بالحقيقه امين. امين امين امين. اؤمن 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 ان هذا هو بالحقيقه امين. اطلبوا عنا وعن كل المسيحيين الذين قالوا لنا من اجلهم ان نذكرهم في بيت الرب سلام ومحبه يسوع المسيح معكم. رتلوا بنشيد هللويا. صلوا من اجل التناول باستحقاق من الاسرار المقدسه الطاهرة السمائية. يا رب ارحم. زوك صاسي كيري زوك صاسي.